السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو نعطيكم اليوم أول درس اللي هو كيفية عمل مبنى بالطريقة هذه اللي هي بالأشكال الهندسية اللي هي المثلثات. بسم الله نبدأ معكم. طبعا حسن مصمم جرافيك 2D 3D. أول شيء نبدأ نرسم اللي هو بلان، تكون أبعاد بتاعته متساوية، ديرو كتر ونسحب دراج بالماوس بزر الأيمن بزر الأيسر. السيجما هنا نخلوها واحد، وهنا نفترض اللي هو الطول والعرض بتاعها اللي هي 40، تمام. عندنا هنا عندنا بلان أبعادها متساوية. هذه أول شيء اللي هو طبعا هو الشكل هذا هو اللي يشتغل به المشروع كامل. ثاني شيء بنحوله للأدت بولي باش نغيره من الشكل لشكل مثلث كيف ما وضحتكم في الصورة. هنا نحوله لشكل مثلثات. خلاص ناخذ هذه وناخذ هذه. طبعا عندي زوز طرق انا ندمجها، عندنا اللي يستخدمه في الولد وفي اللي يستخدم في الكلابس. انا نستخدم في الكلابس اصلا يعني، او الاختصار بتاعها الكاترا الالت سي. هذه طبعا نلغوها، هذه كاترا الالت سي هو تمام. لو عندنا صار عندنا مثلث، ثاني خطوة شن هي؟ لهذا المثلث بنربطه بشكل الدمي. الدمي هو نلقوه في الاشكال الهالبر، نخش على الدمي، نفعل المغناطيس طبعا، نتأكد ان مختارين الفيرتكس، نختاروها، نضغطه هنا ونسحبه، نضغط نلغي المغناطيس، نضغط على اس ونسحبه. لاحظ انه يبان اللي هو الدمي، يبان في الشاشة. هذا أول دامي. طبعاً الدامي هذا بنسخوه بنحطوه هنا وهنا، اللي هو في المثلث هذا، في الزاوية هذه، في الزاوية هذه. نضغطه شفت ونفعل المغناطيس ونسحبه. لاحظوا أن مجرد أن قربنا من حافة المثلث الماكس أوتوماتيكياً يصير سنابينج للزاوية. دير أوكي بنفس الطريقة غادي طولناه. طبعا في حاجة، هو الشكل هذا مستحيل انه نكونوا به، لان نكونوا به المبنى، لانه مستحيل انه يتمط او ينسحب الا بالنظام اللي هو الادت فوليو. وده بنحوله لحاجة تانية اللي هي سكن. خش على المودل فايل، خش على حاجة اسمها سكن اللي غفت عنها، هذه هي. خلاص احنا بنضيف الدمي، الدمي بنضيفه. طبعا تلقوا حاجة اسمها بون، تضغط على الأدت، اختار أول واحدة، ثاني واحدة، ثالث واحدة، وضفناها. تمام، نلاحظوا أن النقاط اللي هي الفيرتكس مربوطة بالدمي اللي هو ملونة باللون الأحمر كيف ما ملاحظين في الشاشة. مجرد أن نرفع هذه أو هذه اللي هو تقول البلان زي اللي ينشح. تمام، ونخش على الهوم بيش. اوكي، نرفع هذه الجنب، نختار الكاميرا. طبعا ليش نختار الكاميرا؟ ليش ما يتغيرش اللي هو البرسبكتيف تاع المشروع وتتغير تاع بعدها اللي هي فري كاميرا؟ تأكدوا منها، نختار اللي هي، تأكدوا ان مختارين فري كاميرا، نديرو كاترا سي. طبعا شن صار؟ كان نرجع ورا، شوف الكاميرا كيف جت، جت مكان البرسبكتيف، مكان السين اللي كان الهوم مصورينه. نضغط سي وهنا طلعتنا ايش؟ طلعتنا هنا كاميرا. نحن تو نشاهد المشروع من الكاميرا. هذه الخطوة الأولى. الخطوة تو نخش عليه المشروع اللي هو بإمكاننا نسحبه هذا المشروع ندخلوه للماكس، نضغط انفيرمنت، خلو الفيو بورد. بإمكان ان على هذه نشتغل به المشروع. او كانت لاحظوا انه طبعا اكيد في الرسم الهندسي اللي هو الرسم
رسم البيانة أو البلو برنت لكل نقطة من هذين لها أبعاد في المتجهات اللي هو الـ X والـ Y والـ Z. بإمكاننا ناخذ النقاط هذين ومباشرة يعني نرسموها ونجسدوها في الماكس. طبعا نحتاج حاجة اسمها من أشكال الهلبر حاجة اسمها بوينت، وما زال نتركه في الطريقة اللي هي نرسم النقطة ونقدر نعطوه البعد بتاعها في المتجه الـ X والـ Y والـ Z طبعا المخطط الهندسي. أو الطريقة الأخرى اللي هي تحضيريا باهي، بنحاول نظبط السين يكون مشابه لل مشابه لل لل الأرضية بتاعت المشروع اللي دايرينا نتعلم اللي هي 2D zone mode. تمام، نخش على حاجة هنا اسمها Perspective Mesh، هذه هي موجودة هنا، وكما لقيتوها هنا تلقوها في المور، تلقوها موجودة في الأدوات Perspective Mesh، يقولها موجودة هنا أو موجودة هنا. خلاص نختار اللي هي الـ X والـ Y، نديرو شو Visioning Line، نختار اللي هو الـ X هنا، هذه واحدة هنا، واحدة هنا، واحدة هنا. طبعا لاحظوا فيها الأرضية بتاعت الناس كل مرة تغير مكانها، يعني ما تخافوش يعني. خلاص هيكي شيء مقارب شيء مقارب اللي هنشتغل عليه إن شاء الله. هو نضرب زوم مود، زوم مود، هاي وهم بين الخطوط والجريدينت قارب عليها. زوم اوت، تمام. تو نبدأ بالخطوة الثانية اللي هي تكوين البوينت، نربطوها هنا، نبغوا هي نفعلوها لتو دي زوم مود، نخرجوا من البرسبكتيف، اختاروا بوكس، هذا هنقيس به الارتفاع طبعا. أو بإمكاننا نستخدم لاين عادي مفيش مشكلة، نرسمو لاين ونستخدم بوكس. توا نحط النقاط هذه يكونوا على الأرضية، اختاروها اللي هو هذا بوينت، نقدر نرسمو فيهم أرضية الشكل. بعدين اللي هو ناخذ الارتفاع هاي، نسحبه هذه نفعل المغناطيس، نسحبها وجي على الفيرتكس اللي هي هاي، تكون أسرع. نسحبها نفس الشيء، نسحبها هذه نفعل المغناطيس. عن الارتفاع تقديريا ما مش ظابط قديش هو بصراحة، يعني أكيد لو واحد عنده مخطط أكيد بيجيب المقاسات صح. أوكي
طبعا طاحتوا فيا كل مرة نتعلم ما فيش من الغير، هذه تقديرية. طبعا هذا مشروع للمهندس نور إسماعيل، ناخذ الجزئية هذه فقط. هو حاليا حاولوا ان البلان هذه اللي كوناها على شكل مثلث نطبقوها على الاشكال هذه، نخشوا نصغر الشاشة اللي هي هذه باهي، او الاختصار بتاعها RW، نجيو عند الجنب هنا نخلوه بدل لفت برسبكتيف، نخلوها شادد، نجيو هنا. طبعا هذه اللي تشوف فيها هذه نخلو عندنا نسخة لأنه نحتاجها كثير يعني عند المشروع هذا. اوكي نجيو هنا مثلا، نجيو ناخذ النقطة هذه نديرو شيفت ايه تمام، النقطة هذه شوفوا فيها ديروا شيفت ايه، هذه النقطة هذه شيفت ايه تمام، شوفوا شو كونا او تلقوه هنا باهي. طبعا زي ما قلت لكم ضروري يكون عندنا نسخينها هذه، يكون عندنا نسخة كل مرة ننسخ منها نكون فيها الشكل. عندنا هنا مثلا شفت ايه، شفت ايه، شفت ايه، شفت كيف ننسخ هذه، نكرر العملية هذه بين نكون اللي هو تصميم المبنى. يعني أمر بسيط جدا يعني. جدا بسيط. طبعا اللي ما عندهاش صبر اكيد هيمل بسرعه يعني فيه. فهي ما فيش حاجه كيف بيقولوا، ما فيش حاجه بالساهل يعني، ضروري الواحد يتعب فيها. نسخه العملية هذه طبعا زي ما انتم شايفين كي مشروع يعني مشروع فوت في شوب. طبعا درت الجزئية اللي هي اللي اشرنا عليها باهي، ناخذ هذه المقطوعة على جنب ونضعها تو، تاني شي بنكونوها اللي هي سمك بالشكل هذا
كيف نكون السمو كلي يعني تو بنان بنان على ما أعتقد اللي هي وجه واحد يعني تقدر دير وجهين بس بدون تقول له سمو نختار اللي هي نختار اللي هي جيومتري أشر عليهم كل منهم جيومتري أشر عليهم كل منهم واحد من أشرنا عليهم خش علينا على الموديفاير فاهي خش على حاجة اسمها خش على حاجة اسمها شيل فعلية تمام نختاره هنا نخلوها 0.5 0.5 تمام لو تاني خطوة اللي هي الحوض حدين شوية حادة من تعوي من البلوية العشبية اختارهم كل منهم طبعا هذه الحاجة تقريبا في الـ 3D Studio Max 2015-2016 خش هنا هذي تكون الشكل هذا كيف ما انتم شايفين هذا طبعا بامكاننا ان نحاولوا مثلا نديروا فلان نسخه داخل نقدر نجيو مثلا عند نسخه معينه نحولوا الاديت بولي ونديروا له مارش كل منها كان نبغى نحولوه لشكل واحد باهي طبعا عندنا مثلا نبغى نديروا نافذه هنا خش على الشكل هذي نختاروها فاهمين اختار حاجة اسمها هنا اسمها Edit Poly واحدة أخرى نختاروا هذي نختاروا هذي ديروا Insert ديروا Bridge ديروا شايفين الشيء الآخر ميزة من لما ربطناها بالسكن تو كيف نربطها بالسكن شوف نختار هنا الأشكال اللي هالبا نختار الهالبا شوف كيف نقدر نعدله فيه كيف ما بدنا مفيش أي تشوهات إن شاء الله نكون فدناكم لو أعجبكم الدرس ديروا سبسكرايب وإن شاء الله خير نشوفكم في درس آخر حياتي السلام